ما في شك مجال المتاحف الرياضية مجال نادر جدا طبعا في المملكة العربية السعودية على مستوى الخليج أو على مستوى العرب. ففكرة إنشاء المتحف الرياضي نابعة من اهتمامي بمجال التراث الشعبي، فجتني فكرة أني أجمع تراث رياضي. فبديت من عام 1981 في سن 13 سنة جمعت بعض المطبوعات الرياضية، ما شاء الله. وبعد سنوات توقف طبعا عن هذه هواية الجمع. في عام 1999 بدأت بفكرة إنشاء المتحف الرياضي، وهو تاريخ تأسيس المتحف 1999، بجمع محتويات تراث الرياضة السعودية وتراث الرياضة الخليجية وتراث الرياضة العربية والعالمية. وكذلك تخصصنا في كل محتويات كرة القدم، أي شيء يخص كرة القدم هو موجود عندنا. نبغى نسأل سؤال داخل في الرياضة في المملكة العربية السعودية، وكيف بدأ التنظيم فيها؟ التنظيم الرياضي بدأ منذ عام 1950 1370 حقبة وزارة الداخلية الأمير عبد الله الفيصل يرحمه الله، رائد الرياضة في المملكة العربية السعودية. كان وزيرا للداخلية وزير للصحة في عام 1950، فأنشأ إدارة الشؤون الرياضية والكشافية عام 1372 هجري. فالإدارة هذه بدأت في التنظيم الرياضي بشكله البسيط في ذاك الوقت. وكذلك الأمير عبد الله الفيصل تبرع بأرض في جدة للشيخ عبد الرحمن سرور الصبان وأخيه حسن، وقاموا ببناء هذا الأرض، بناء ملعب الصبان الأهلي. ملعب الصبان الأهلي هو أول ملعب رياضي أسس في المملكة العربية السعودية عام 1370 هجري. ما زال موجود؟ مع الأسف أزيل المدرجات، أزيل وأصبح فقط ملعب ويتمرن عليه فريق جدة. والملعب الصبان هذا قام بدور التنظيم الرياضي من خلال إقامة المباريات قديما منذ عام 1370 هجري، بداية إنشاء الملعب. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سرور الصبان ساهم أيضا في دعم الرياضة في تلك الحقبة، وكان الملعب يعقد اتفاقيات بين الأندية ويتقاسم المبلغ الدخل بين الملعب وبين الأندية، والملعب كان يتسع تقريبا 12 ألف متفرج. فبعد نهاية المباراة يقوم الملعب بإعطاء كل فريق حصته، وكذلك محاسبة البوابين وأكراميات وعربية نقل الجنود وعدد 24 برميل ماء لرش الملعب، مصاريف يعني. وباقي المبلغ يروح في حساب الشيخ عبد الرحمن بن سرور الصبان في بنك الاندونيسيين في جدة في ذاك الوقت. وكان أيضا العمل الخيري موجود بالتبرع بقيمة قرش من كل تذكرة لجمعية الإسعاف الخيري في مكة المكرمة التي أسسها المرحوم محمد بن سرور الصبان وزير المالية السابق يرحمه الله. وكان العمل الخيري زي ما قلت لك موجود في الرياضة منذ عام 1372 هجري في حقبة الملك عبد العزيز. بين أسرار المتاحف أسرار المتاحف بين أسرار المتاحف. جميل ما شاء الله، يعني الرياضة كانت موجودة من زمن طويل جدا. أرامكو ودخولها على المملكة العربية السعودية، كيف كان أثرها في دعم أو في خدمة هذا المجال من مجال كرة القدم ومجال الرياضة بشكل عام؟ ما في شك شركة أرامكو شركة كبيرة في المنطقة الشرقية. طبعا النشاط الرياضي في أرامكو بدأ منذ حقبة نهاية الثلاثينات والأربعينات، ولا ننسى زيارة مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز يرحمه الله لمقر الشركة عام 1366 هجري 1946. وقامت شركة أرامكو بإقامة مباراة على شرف جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، وقدمت كأس أرامكو بين فريقين اتحاد الظهران وفريق الأهلي.
وشركة أرامكو طبعا النشاط الرياضي هذا ساهم أيضا في إثراء الرياضة في المنطقة الشرقية وبدايات الرياضة في المنطقة الشرقية، لأن كان كثير من العاملين في الشركة نقلوا رياضة كرة القدم إلى الحارة وزملائهم، فبدأت تأسيس الأندية هناك. أستاذ منصور، ندخل إلى المتحف. نعم. متحف مليء بالمقتنيات، مليء بالمكتنزات كذلك التي حصلت عليها والنادرة. نبغى نتحدث عن أبرز الأقسام الموجودة في هذا المتحف. طبعا تراث كرة القدم تراث قديم جدا، ففكرة إنشاء المتحف هذا بدينا فيها بجمع جميع محتويات كرة القدم. والمتحف الرياضي يحتوي على عدة أقسام: قسم المنتخب السعودي لكرة القدم ومنتخب الشباب والأشبال كذلك، أكثر من 50 قطعة تخص المنتخب السعودي. أيضا يوجد قسم خاص بالاتحاد السعودي، والقسم هذا يوجد فيه جميع الميداليات التي قدمت لجميع البطولات التي نظمها الاتحاد السعودي خلال حقبة 40 سنة الماضية. ويوجد أيضا قسم التحكيم، وقسم التحكيم هذا يتحدث عن بداية التحكيم في المملكة منذ عام 1373 هجري، 1953 ميلادي، من خلال وجود قطعة في القسم هذا عبارة عن صافرة مؤرخة من ملعب الصبان الأهلي. الملعب الصبان لما يعقد اتفاقيات كان يجلب الحكام ويقدم الملابس ويقدم أدوات الحكم، فكانت من الأدوات اللي موجودة في المتحف صافرتين للملعب وكذلك رايات الحكم المساعد. وعندنا وثائق ملعب الصبان تبين لنا الكثير من هذه المعلومات. وش أبرز القطع النادرة الموجودة في هالمتحف وأقدمها كذلك؟ والله شوف، المقتنيات المميزة عندي طبعا المقتنيات اللي سلمت من أصحاب الجلالة الملوك هذه البلاد رحمهم الله، الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان وسمو الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله. هذه الميداليات التي قدمت للفرق السعودية خلال حقبة 40 سنة هي بالنسبة لي الشيء الثمين، لأن هذا برعاية الملوك وكذلك الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله. ويوجد الكثير طبعا، وإن شاء الله راح نفرجكم يعني بين أسرار المتاحف. سلام، احنا متشوقين جدا، وكل المشاهدين اللي يشاهدون هذه الحلقة ينتظرون بفارغ الصبر أن ننتقل إلى محتويات هذا المتحف. أكيد أنه هذا الناتج وهذا اللي بنشاهده سويا على الشاشة، وأكيد أنه قد شاهدوه ممكن بعض المهتمين في مجال الرياضة في مختلف وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ما أتى من عبث وما أتى من في يوم وليلة. لو تحدثنا عن الصعوبات اللي واجهتها. والله شوف، المشروع هذا اللي أنا فكرت فيه، المشروع هذا هو الوحيد في المملكة العربية السعودية المتخصص في كرة القدم. والمملكة العربية السعودية لها إنجازات رياضية كبيرة على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، ومع الأسف الشديد لا يوجد عندنا متحف يضاهي هذه الإنجازات وإبرازها للجمهور الكريم. ففكرتي أنا في المتحف الرياضي أيضا إبراز هذه الإنجازات التي تحققت للمملكة العربية السعودية منذ عام 1984، الصعود لوس أنجلوس والفوز بكأس آسيا 84، وكذلك الفوز بكأس آسيا 88 وكأس آسيا 96، والصعود لكأس العالم منذ عام 1994 إلى 2018. هذه الإنجازات كلها لابد أنها تبرز الجمهور الرياضي داخل المملكة وخارج المملكة. أقول هنيئا للرياضة السعودية بالإذن البار الذي جمع واقتنى ودفع حتى يحصل على هذه المقتنيات، وكذلك أعاد بعض من المقتنيات التي تعود للرياضة السعودية القديمة. وأكيد بإذن الله متأملين بدعم كبير جدا المتاحف الخاصة في المملكة، خاصة أن رؤية المملكة العربية السعودية، الرؤية الطموحة، رؤية 2030، دعت إلى الاهتمام بالمتاحف الشخصية. شكرا لك أستاذ منصور، ننتقل سويا إن شاء الله إلى هالمتحف وندخل في صلب متحف الرياضي وكذلك في تفاصيل وأدق التفاصيل للمقتنيات الموجودة داخل هذا المتحف. بالعكس، المتحف الآن هذا متحف الرياضة السعودية، وراح تشاهدون أيضا المتحف الثاني، متحف الرياضة الخليجية العربية والعالمية، مقتنيات عالمية، مقتنيات عربية وخليجية، وعندنا أقدم قطع
اللي تخص كرة القدم راح تشاهدونها. أيضا يوجد عندنا الوثائق ويوجد عندنا أيضا الصحف والمجلات وكل شيء موجود.